متابعة لهذه التطورات ينضم إلينا من شمال سوريا الصحفي سردار جوهري. أهلا بك أستاذ سردار إلى هذه النشرة. كيف لك أن تجمل لنا كل التطورات الميدانية سواء في تل أبيض أو رأس العين في شمال شرق سوريا خلال الساعات القليلة الماضية؟ نعم سيدتي الفاضلة، أتسمعون سيدتي؟ نعم نسمعك بشكل واضح، تفضل. نعم سيدتي الفاضلة، شهدت مدينة رأس العين منذ منتصف ليلة أمس قصفا عنيفا بالطائرات والمدفعية الثقيلة من قبل قوات الغازية على سوريا، وأيضا شهدت المدينة اشتباكات عنيفة بعد هذا القصف. هذه الاشتباكات هي الأعنف، وهذا القصف هو الأعنف منذ انطلاق العدوان التركي على أراضي شمال وشرق سوريا الآمنة، وهي محاولة بائسة من قوات الاحتلال التركي والفصائل التابعة له بالتوغل في المدينة، لكن يبدو أن المقاتلين والمدافعين عن المدينة كان لهم رأي آخر، حيث أن كل هذه المحاولات بالتوغل والدخول إلى المدينة باءت بالفشل إلى الآن. حتى إلى هذه اللحظة لا تزال المناوشات مستمرة، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل في ظل إصرار مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية بالدفاع عن المدينة التي أصبحت حقيقة سيدتي رمزا للبطولة والمقاومة والفداء. هذه المدينة تتعرض منذ سنوات لهجمات بائسة لاحتلالها تركيا، تحاول احتلال المنطقة، تركيا تحاول تنفيذ أجنداتها لإحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة. أيضا سيدتي أود الإشارة إلى أن الطريق الواصل بين مدينة رأس العين وتل تمر يتعرض لمحاولات كثيرة لإغلاقه، لكن كل هذه المحاولات أيضا باءت بالفشل، وقوات سوريا الديمقراطية والمدافعين عن هذه المناطق كبدوا هذا العدو كخسائر فادحة في الأرواح، العشرات من القتلى، جثث بعض هؤلاء العناصر ما زالت ملقية هناك لا يستطيعون إخلاء جثث قتلاهم، أيضا العشرات من الجرحى. كذلك رأينا فيديوهات وصور كثيرة توثق أعطاب قوات سوريا الديمقراطية أعطبت الكثير من الآليات واستولت على آليات أخرى أيضا في المنطقة، جبهات أخرى من القتال أيضا في عين عيسى ومناطق أخرى، أيضا تصدت قوات سوريا الديمقراطية لمحاولات التوغل في عمق الأراضي السورية في ظل محاولات الأتراك لتنفيذ مآربه الاحتلالية في شمال وشرق سوريا. حقيقة وسط موقف دولي مخزي اكتفى حقيقة بالتنديد والتعبير عن القلق الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. العالم اليوم أمام وصمة عار على جبين الإنسانية. هؤلاء المقاتلين الذين حققوا حقيقة سحروا الإرهاب في أماكن واسعة من سوريا نيابة عن العالم الأجمع. كان هناك واليوم الجميع بصراحة سيد سردار، يعني نود أن نتأكد منك فقط أن يبيدون، لكن يبدو أن هؤلاء القوات لهم رأي آخر. هل تسمعنا سيد سردار؟ تشهد انتصار. نعم، كان هناك معلومات تشير إلى حدوث مواجهات مباشرة ما بين القوات التابعة للعدو التركي والجيش السوري في الشريط الحدودي، نود أن نتأكد من هذه المعلومة، هل تؤكد أو تنفي بداية، وفي أي المناطق إن كان هناك مواجهات؟ نعم، في مناطق على محاورة المنبج ومناطق أخرى على الشريط الحدودي حاول الاحتلال التركي استفزاز قوات الجيش السوري التي قدمت لتنفيذ مهمتها المنوطة بها، وهي حماية الحدود السورية كشمال شرق سوريا، بقعة جغرافية لا تنفصل عن سوريا ككل، يجب أن لا يتجزأ، إلا أن المحتل يحاول تجزئة هذه الأراضي وتغيير ديموغرافيتها. هناك شهداء من قوات الجيش السوري، أيضا تمكن الجيش السوري وتمكن قوات سوريا الديمقراطية في محاور أخرى من تلقين هذا العدو خسائر فادحة بالأرواح. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات. الصحفي سردار جوهري حدثنا مباشرة من الشمال السوري.